بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء متابعي ومشاهدي القناة. في هذا الفيديو سأحدثكم عن النوعية العالية للأحجار الكريمة، أو ما يسمى بنوعية أحجار المجوهرات، تسمى بالإنجليزية بالجيم كواليتي. طبعا إخوتي الكرام، العامل الحاسم والأهم لتحديد سعر وثمن الحجر الكريم هو درجة نقائه وشفافيته العالية. كلما كان الحجر شفافا، كما نشاهد هذا الحجر من الكوارتز ذي درجة شفافية عالية ونقي وخالي من الشوائب والتصدعات، كلما كان الحجر بهذا الشكل شفافا ونقيا من التصدعات والشوائب كلما ارتفع ثمن القيراط منه. مثلا هذا الحجر يبلغ سعره أضعاف هذا الحجر نفسه من الكوارتز، ولكن على الرغم من الشفافية الجيدة لهذا الحجر من الكوارتز وخلوه من الشوائب، إلا أن وجود التصدعات التي تشاهدونها في بنية الحجر تقلل من قيمة هذا الحجر. مثلا أيضا لدينا هذا الحجر من الياقوت. هذا حجر من الياقوت اشتريته خام، كان وزنه حوالي 5 قراريط، ودفعته لقاءه حوالي $100. صقلته طبعا أنا بنفسي. بعد أن صقلته ربما يصبح سعره الآن حوالي $200، وهذا بسبب أن هذا الحجر ليس شفافا كما تشاهدون، هو نفوذ للضوء، يتوهج إذا سلطنا عليه الضوء، ولكن ليس شفاف، لا يمكن الرؤية من خلاله. في حين أن هذا الحجر الصغير، هذا وزنه حوالي قيراطين أو قيراطين ونصف، يبلغ سعره أضعاف هذا الحجر. مثلا هذا الحجر كما قلت لكم يمكن أن يصل سعره إلى $150-$200، في حين أن هذا الحجر الصغير يمكن أن يتجاوز سعره $1000، على الرغم من أنه لا يزن سوى قيراطين ونصف، وذلك لأن شفافيته جيدة أعلى من هذا الحجر ونقي من الشوائب والتصدعات. طبعا يوجد أنواع أغلى من هذا الثمن تكون ذات شفافية أعلى ونقاء أعلى ولون أجمل من هذا اللون للياقوت. يمكن أن تصل أسعار القيراط الواحد من الياقوت إلى 6000 أو $10,000 للأحجام الكبيرة. نشاهد هنا إخوتي هذا الحجر من الزفير، أيضا هذا سعره قليل حوالي 5 قراريط، يمكن أن يكون سعره $500، وذلك لأنه ليس شفافا. كما تشاهدون هو نفوذ للضوء ولكن ليس شفاف، بمعنى لا يمكن الرؤية من خلاله أو خلفه. وهنا نلاحظ هذا الحجر من الجارنيت. هذا الحجر من الجارنيت ذو شفافية عالية، هذا من أنواع الجيم كواليتي أو أحجار المجوهرات. أيضا هنا إخوتي الكرام نشاهد حجرين من الأكوامارين. كما تشاهدون هذا الحجر ليس شفافا على اليمين، هذا ليس شفاف، نفوذ للضوء، سيتوهج بالضوء. أما هذا الحجر ذو شفافية نسبية أعلى، لذلك أسعاره ستكون أعلى. كلما ازدادت شفافية الحجر ودرجة نقائه من الشوائب والتصدعات كلما ازداد ثمنه. هذا حجر من التوباز سعره حوالي $100، طبعا وزنه يتجاوز 5 جرامات، وهذا حجر من التوباز الليموني ذو درجة شفافية عالية، هذا من أنواع الجيم كواليتي أو أحجار المجوهرات كما تشاهدون. إذا القيمة أو العامل الأهم لتحديد قيمة الحجر وسعره وثمنه هو درجة نقائه وشفافيته العالية ونقائه وخلوه من الشوائب والتصدعات. أيضا العامل الثاني الذي يلعب دور في تقدير قيمة الحجر هو حجم الحجر. مثلا لو كان لدينا حجر مثل هذا الياقوت وزنه حوالي 20 قيراطا أو 10 قراريط، طبعا هذا وزنه قيراطين ونصف، عندها سيكون سعر القيراط سيتضاعف أضعافا كثيرة، ربما يصل كما قلت لكم إلى $6,000 أو $10,000، وذلك لأنه كلما كبر حجم الأحجار الكريمة كلما ازدادت ندرتها. إذن العامل الأول لتحديد سعر الحجر نقائه وشفافيته العالية وخلوه من الشوائب، ثم حجم الحجر.
في نهاية هذا المقطع إخوتي الكرام، أرجو أن يكون المقطع قد نال على إعجابكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم وحظيتم بمعلومات مفيدة في مشاهدة هذا المقطع. إذا أعجبكم المقطع أرجو أن تضغطوا على إشارة لايك وسبسكرايب للاشتراك في القناة ومتابعة كل ما هو جديد لنا من مقاطع، وأيضا تشجيعا لنا. إلى أن نلتقي في مقاطع أخرى، بأمان الله وحفظه أستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.